حينما يتعافى العراق ويقف على قدميه على آسيا وأم آسيا أن تحتاط، فما أجمل أن يبتسم العراق كأن سماءنا تمطر فرحاً. خذ هذا الفريق مثالاً، يمسحون عرق جبينهم ويعودون متماسكين كأنهم في معركة شعارها نموت في الملعب ولا نهزم. ظهروا كأنهم بنيان مرصوص، طرقوا أبواب باريس ففتحت لهم مشرعتان، ادخلوها آمنين. مباراة لم تكن سهلة قابلنا من خلالها فريق كان الحصان الأسود للبطولة. هزموا كوريا الجنوبية والأردن برباعية، لكنهم أمام العراق عادوا أندونيسيا كما كانوا. حينما تعتلج النار في القلوب يظهر علي جاسم أشبه بتقنية البلوتوث، يقترن تلقائيا بزملائه، خلط حابل المباراة بنابلها. ومدرب أندونيسيا وجد إن مسألة إيقافه مضيعة للوقت، خاطب لاعبيه: اتركوه، أعرفه جيدا، لا يهدأ إلا أن يسجل، لا يعرف بين البينين، الروح عنده يرمى مرة واحدة بالمعركة كما يقول العرب. راضشني يا شيل، هذا الرجل الشجاع لم يجثو على ركبتيه ويخضع، وضعهم في حرج. أولئك الذين لا يفهمون من كرة القدم سوى اسمها، أولئك المنظرون الفارغون، جعل من منشوراتهم كلاما في الهواء لا قيمة له. يختبئون ويرتفع العراق، فكما يقول النواب: في أرضي سيلتهم التراب جذورهم. فهو العراق، ما العراق بهين رغم الكواسر والجوارح والضواري.